هذه الصفات في المرشح الرئاسي المحتمل السيد عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية. كانت راعية بلاد السيد المسيح وأكبر جامع الفتاح العليم، وهذه هي المحبة الأخوية. وقد تم القضاء على العشوائيات ببناء مجتمعات جديدة عمرانية، وتوزعت على المواطنين المصريين لحل المشكلات السكانية. حينما استلم الرئيس اليوم هذا اللقاء الكبير الذي يضم نخبا سياسيه وحزبيه ودينيه وفكريه وشخصيات عامه، واظن ان لقاء بهذا الحجم وحجم كما اراه بهذا الشكل كفيل بأن يعلن للكافة أن الأقصر مدينة الحضارة والتاريخ قد حسمت أمرها واتخذت قرارها في ذات الخندق مدافعة ودافعة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد السيسي. من صعيد مصر أبعث رسالة للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي، وأقول له من صعيد مصر اتفقنا أن نختارك رئيسا لجمهورية مصر العربية، ونحن نعلم أنك تحملت أعباء كثيرة، ونحن نتعاهد اليوم من صعيد مصر أن نؤدي، كل منا يؤدي مهمته في موقعه.